اللهم إنا نستودعك أولادنا، اللهم إنا نستودعك أبناءنا، اللهم إنا نستودعك بناتنا، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه، يا من لا تخيب ودائعه. اللهم أنبت أبناءنا وبناتنا نباتا صالحا، اللهم اجعلهم خدمة لهذا الدين، اللهم اجعل قلوبهم نقية، واجعل أعمالهم صالحة، واجعل عقولهم واعية. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اجعل أصحابهم أصحابا صالحين، اجعل رفاقهم رفاقا صالحين، اجعل قلوبهم تعلق بعبادك الصالحين. اللهم اجعلهم يتوجهون إلى كتابك، اللهم اجعلهم يتوجهون إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.